انخفاض النفط دوليا، شركات المحروقات تواصل استنزافها لجيوب المغاربة. تعرف السوق الدولية انخفاضا لأسعار النفط، حيث أكدت مصادر إعلامية دولية أن العقود الآجلة للخام العالمي برينت تراجعت بنسبة 0.91%، أي بما يعادل 79.39 دولارا للبرميل. وفقا للمصادر نفسها، فإن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تراجعت بنسبة 1%، أي بما يعادل 74.35 دولارا للبرميل. إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض الذي تعرفه السوق الدولية، لا زال استقرار أسعار المحروقات يطبع السوق المحلية. وبالعودة لتقرير وزارة ليلى بن علي، فإنه مع انخفاض ثمن البرميل إلى أقل من 80 دولارا، يجب أن يكون ثمن الغازوار في السوق المحلية 10.25 درهم، فيما يجب أن يصبح ثمن البنزين 11 درهم. لكن الأمر لا ينطبق فعلا على السوق المحلية دون تحرك من حكومة أخنوش، باعتبار المعنيين بالأمر ليسوا إلا زملاء له في القطاع الذي يعمل فيه، علما أنه لا زال باترونات شركات إفريقيا الغاز لم يخفضوا الأسعار.